أنا اسمي سامح سعد، مستشار الوزير السياحة للسياحة الخارجية. احنا بنتكلم النهاردة في فعاليات البروتوكول، توقيع بروتوكول تعاون مع إحدى شركات البطاقات الائتمان الإلكترونية ووزارة السياحة. طبعا أنا شايف أن الموضوع ده ليه فايدة ترويجية تسويقية عالية جدا، ده هيساعدنا. طبعا النهاردة العالم كله اتجه إلى التسويق الإلكتروني، اتجه للإنترنت، الناس في العالم بتستعمل بطاقات الائتمان، بتعتمد عليها في السفر وكل حاجة. كل دي وسائل جديدة لازم كنا نخش فيها، وطبعا ده في الآخر هتروج وهتزود عدد السواح اللي يجيوا لي من مختلف الشرائح العمرية ومختلف المستويات الاقتصادية. طبعا ده بيواجبه ان احنا دلوقتي شغالين في عدة مقاصد كتيرة، سواء بالنسبة للسياحة الشاطئية، بالنسبة للسياحة الثقافية الأثرية، وبالتالي انا محتاج اعدد وسائل ان انا اقدر اجيب بيها سواح، بس مش فقط ان انا بعتمد على شركة سياحة، ما بعتمدش على منظم رحلات، انا بعتمد دلوقتي ان ممكن بوسائل بسيطة جدا يجي لي سواح مباشرة للبلد، وفي الاخر البلد بتستفيد. السياحة العربية الحقيقة الحمد لله، يعني احنا قطعنا شوط كويس قوي، يعني مشوار النيل يبدأ بخطوة. احنا عملنا طيران مباشر، من الغردقة الى مدينة جدة، وان شاء الله قريب الرياض والطايف. السياحة العربية احنا دلوقتي ابتدينا، بقول حضرتك مشوار الميل يبدأ دايما بخطوة واحدة. احنا ابتدينا في عمل طيران مباشر من المملكة السعودية الى مدينة الغردقة، ده ما حصلش قبل كده. ان شاء الله يوم الاربع 28 مايو هتيجي اول رحلة طيران منتظم مباشر من الكويت لمدينة الغردقة برضو، و بنتفاوض حاليا مع شركات طيران من بلاد عربية أخرى إنها تطير مباشرة للغردقة وشرم الشيخ والأقصر. طبعا أنا كده بفتح أنواع جديدة من السياحة ما كانتش بتجيلي قبل كده. إحنا دايما كنا بننسى إن في شريحة معينة موجودة في البلاد العربية، الأجانب المقيمين بيحصلوا على دخول مرتفع جدا، مصر قريبة جدا ساعتين أو ثلاث ساعات. الأجانب دول معظم الجنسيات بتاعتها كان فيها مشكلة عند فيزة الوصول، لازم ياخدها من السفارة، كان إجراء طويل شوية فما كانش بيجيلي. إحنا أول حاجة ابتديناها جهود مشتركة ووصلنا إن هو ممكن ياخد الفيزا في المطار ساعة الوصول، ده طبعا ساعدني إن أنا يكبر عدد أو القاعدة اللي ممكن تيجي تزور مصر في سياحة سريعة، ويك أند، ثلاث ليالي أربع ليالي. ده اللي خلانا نفكر في موضوع الطيران منتظم من البلاد العربية للمقاصد السياحية زي الغردقة وشرم الشيخ، وإن شاء الله هنربط معها الأقصر برضو، لأن حركة الأجانب معظمهم بيحب السياحة الثقافية، عشان أقدر أشجع وأشغل السياحة الثقافية. احنا بنتكلم دلوقتي حضرتك على القطع اللي هي المقلدة بالنسبة للهدايا، دي حاجة يعني قاتلة، بتدمر الاقتصاد، بتدمر الصناعة للأسف. يعني ناس يعني ما اقدرش اقول ايه، هي مش فاهم ان هي بتقتل الاقتصاد ازاي والصناعة، وهدار للعملات، والسائح لا يقبل عليها. السائح ما هو لما يلاقي توت عنخ آمون صيني بلاستيك ما هو بيشتريه في بلده، يعني هو برضو انت ما جبتلوش حاجة جديد. هو السائح كان يحب يشتري تمثال فرعوني معمول بالايد لان ليه قيمة معينة، ولكن للأسف طبعا الناس ضعاف العقول وضعاف الضمير يعني لجوا الى هذا، وان شاء الله طبعا يحصل يعني اجادة شوية للصناعات المصرية، وفي خطط تنمية للصناعات الحرفية بحيث ان ترجع تاني تاخد مكانتها الموجودة من الاول خالص. السياحة العلاجية يعني هو في سياحة استشفائية وفي سياحة علاجية.
بال حضرتك. طبعا لو احنا بنتكلم في علاجيه دلوقتي، احنا بنتكلم على طب او نوع معين من الطب ده بيقبل عليه الحقيقي علاج مستشفيات على مستوى معين، ده بيقبل عليه كتير قوي من الاخوه العرب في بلاد العربيه، في اليمن، في بلاد معينه هو بيحب يجي هنا لانه بيرتاح. اروح انجلترا ما حدش هيفهم هو عايز ايه بالظبط. بالنسبة للسياحة الاستشفائية ده مجال جديد نشتغل فيه، طبعا هو عايز حرفية عالية جدا، ولو ما تطبقش وتعمل بحرفية عالمية يبقى احنا بنضيع وقتنا فيه الحقيقة.